السلام عليكم، حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين. ما الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية والاستراتيجية لاكتشافات الغاز الجديدة شرق البحر المتوسط؟ كيف غيرت تلك الاكتشافات من ديناميات الصراع في منطقة شرق البحر المتوسط؟ كيف يزيد ذلك من نفوذ الكيان الصهيوني في المنطقة؟ أما في زهرة المدائن فنتعرف اليوم على حراس المسجد الأقصى المبارك، كما نناقش في ذاكرة فلسطين اختطاف الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعادات عام 2006، فتفضلوا بالبقاء معنا. سأكتب عن شوارعك المضاءة من دماء ودموع شعب كادح محزون في ليل العناء ودموع شعب الكادح المحزون في ليل العناء. لعينيها مدينتي التي سجنت، لمسجدها لأقصاها لحرمتها التي انتهكت، لعينيها مدينتي التي سجنت، لمسجدها لأقصاها لحرمتها التي انتهكت، تحية لكم من جديد أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين. قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في عام 2010 احتمال وجود ما يقرب من 122 تريليون متر مكعب من مصادر الغاز غير المكتشفة في حوض شرق المتوسط قبالة سواحل سوريا ولبنان والكيان الصهيوني وغزة وقبرص، بالإضافة إلى ما يقرب أو ما يقارب من 107 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج. اللافت أن بحيرة الغاز التي تقع أسفل مياه الشرق المتوسط تتمركز غالبيتها في مناطق متنازع عليها، وهو الأمر الذي يزيد من تحديات الاستفادة من هذا الغاز، ناهيك عن الكلفة الاقتصادية لاستخراجه وتصديره فيما بعد، لا سيما أن مركزي الغاز يقعان في جزيرة قبرص والكيان الصهيوني، واللتين يفوق الغاز المكتشف احتياجهما المحلي بعشرات الأضعاف. ما التداعيات الاقتصادية والمالية والسياسية والإقليمية لتلك الاكتشافات؟ وهل تعيد تلك الاكتشافات تشكيل المنطقة؟ هذا ما نناقشه مع جملة من ضيوفنا الكرام عبر الأقمار مباشرة من مدينة غزة، الأستاذ أحمد أبو قمر باحث اقتصادي. أرحب بك معنا أستاذ أحمد مباشرة من غزة. أهلا بك زميلي يونس، يسعد مساك ومسا جميع المشاهدين. حياك الله. كما يسعدني أن أرحب عبر سكايب من الضفة المحتلة من رام الله تحديدا بالأستاذ معتصم سمارة باحث متخصص في الشأن الصهيوني. مرحبا بك معنا سيد معتصم.
أهلا وسهلا، أسعد الله مساءكم ومساء السادة المستمعين والزملاء المشاركين. حياك الله. وكذلك من إسطنبول أرحب بضيفي عبر الخط الهاتفي الدكتور جلال سلمي، باحث في العلاقات الدولية، والذي سينضم إلينا بعد وقت قصير بحول الله. أنتقل وإياكم إلى متابعة هذا التقرير، ثم نعود للنقاش مع ضيوفنا الكرام، فابقوا معنا. غيرت سلسلة الاكتشافات الكبرى للغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط منذ سنة 2009 ديناميات الصراع في المنطقة، حيث أن اكتشاف كيان العدو لحقول تامار وداليت وليفياثان جعلها تؤدي دورا إقليميا في سوق الغاز الطبيعي، مع أن هذه الاكتشافات تحمل أهدافا جديدة سواء في المناطق البحرية أو في البرية، لكنها تضاعف من عناصر الصراع بين الدول العربية والاحتلال الصهيوني فيما تعرف بالأبعاد الجيوسياسية والمالية والاقتصادية والاستراتيجية. فقد يصبح الغاز عمادا هاما لاقتصاد الدول العربية، وهو في المقابل يعطي فرصة لكيان العدو لتعزيز مكانته وزيادة نفوذه على حساب ميزان القوى العربية. هناك صراعات خفية من تحت الطاولة بين الدول العربية من جهة وبين إسرائيل من جهة. نرى أن مصر تبحث عن حقول الغاز، وقد نجحت في عام 2015 باكتشاف حقل ظهر، وهو من أكبر حقول الغاز في المنطقة، حيث تقدر استثماراته ب 12 مليار دولار. هذه الاستثمارات تعيد التوازن للسوق المصرية، وحجم الاستثمارات فيها كبير جدا. لبنان أيضا قدمت مؤشرات ومخططات لشركات التنقيب للبحث عن حقول غاز قبالة سواحلها. فمنذ ذلك الحين دولة الاحتلال تسعى للتعامل مع اكتشافات الغاز كمعبر للتطبيع مع دول المنطقة، وبالتالي الحصول على استقرار سياسي مع محيطها العربي لتحقيق الطاقة الخاص بها، تحديدا في الجنوب اللبناني، وعلى استقرار الأوضاع مع كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية بما يتوافق مع المعايير الصهيونية وبما يضمن صادرة الغاز المحتملة من كيان العدو. هناك خبراء يؤكدون عبر مسوح جيولوجية وعبر تقنية الأقمار الصناعية أن الغاز الموجود في منطقة الشرق الأوسط وتحت تحديدا دولتي فلسطين ولبنان ربما يفوق حجم ما هو مكتشف في الخليج العربي والموجود ربما لدى الكويت وقطر. يعني يتحدثون على مليارات الأكواب المكعبة من الغاز الموجود في باطن الأرض. يتميز الصراع على الغاز في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط بتداخل أبعاده المختلفة السياسية والاقتصادية والقانونية والأمنية مع بعضها البعض، وهو ما يجعله صراعا معقدا وقابلا للاشتعال، لا سيما مع كثرة اللاعبين المعنيين به محليا وإقليميا ودوليا، ووجود خلل هائل في توازن القوى بين أطراف الصراع، بالإضافة إلى مصالح اقتصادية ضخمة للمخرطين فيه. فهل ستتغلب السياسة على المصالح، أم أن العلاقات بين الدول تحكمها موازين ذات أبعاد معقدة إلى حد كبير؟ أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين. غاز شرق المتوسط والصراع الإقليمي المحموم وما يعنينا هو دور الاحتلال الصهيوني والنفوذ المحتمل لهذه الدولة المارقة في منطقة الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية والإسلامية، نظرا لوجود هذه الاكتشافات وكذلك ما يمكن أن يحصل إقليميا في حال البدء في العمل على الاستفادة من هذا الغاز. مرة أخرى أرحب بضيوفي من غزة، الأستاذ أحمد أبو قمر باحث اقتصادي الذي ينضم إلينا من هناك مباشرة، وبالدكتور جلال سلمي الباحث في العلاقات الدولية الذي انضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول. مرحبا بك دكتور. دكتور جلال مرحبا بك معنا. مرحبا بكم. أهلا وسهلا. وكذلك نرحب بالأستاذ معتصم سمارة الباحث المتخصص في الشأن الصهيوني من رام الله عبر سكايب. أبدأ معك أستاذ أحمد، لا شك أن هناك تداعيات اقتصادية كبيرة يمكن أن نتكلم عنها في هذه الحلقة متعلقة بهذه الاكتشافات. هل بدأت يعني تلك التداعيات الاقتصادية بالتجلي أمام الباحثين الاقتصاديين فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ نعم، أسعد الله مساك ومساء جميع المشاهدين. نستطيع القول أن حقول الغاز في البحار سواء المكتشفة أو التي سيتم اكتشافها هي كنز مدفون تبحث جميع الدول على استخراجه والاستفادة منه، لما تشكل قيمته قيمة اقتصادية بحثة بالنسبة لكل دولة.
هناك صراعات خفية من تحت الطاولة، وهناك صراعات ظاهرة على العلن، هناك صراعات خفية بين لبنان نستطيع القول ودولة الاحتلال، هناك مؤشرات أن البحر قبالة سواحل لبنان يحتوي على حقول غاز كبيرة بحاجة إلى التنقيب والاستخراج، وبالفعل بدأت جمهورية لبنان بالبحث وأعطت المؤشرات والخرائط لشركات التنقيب للبحث عن هذه الحقول. في حال تم اكتشاف هذه الحقول هي تمثل نخلة نوعية لدولة لبنان، كما أن هناك سواحل، هناك حقول غاز قبالة بحر غزة تم اكتشافها عام 1999، وصفها الرئيس الراحل ياسر عرفات بهبة الله للفلسطينيين، ولكن للأسف يشوبها ملفات فساد وتسيطر عليها دولة الاحتلال، تمنع الفلسطينيين من الاستفادة من هذه الحقول. نحن في قطاع غزة على بعد مئات الأمطار من هذه الحقول، الجوع يمتطي أهل غزة، ولكن لا نستطيع الوصول إلى هذه الحقول بسبب عدم فتح هذه القضايا من قبل السلطة ومنع الاحتلال من تطوير هذه الحقول والتنقيب عنها. نعم، أرجو أن تبقى معنا أستاذ أحمد. ننتقل للسيد معتصم من رام الله. كما تفضل أستاذ أحمد، الفلسطينيون والسلطة الفلسطينية سبقت الاحتلال في الحديث عن اكتشاف أحد حقول الغاز في بحر المتوسط عام 99، ثم الاحتلال تحدث عن اكتشاف في عام 2000، وتراكمت هذه الاكتشافات في عام 2009 وسلسلة طويلة ليس فقط في الساحل الفلسطيني إنما أيضا في باقي المياه الإقليمية الموجودة. كيف يتعاطى ويتعامل الاحتلال الصهيوني مع هذه المسألة؟ يعني في الحقيقة دعني أشير إلى قضية هامة، إنه كل الغاز الموجود في بحر في شرق البحر المتوسط هو يشكل أقل من 1% من الاحتياطي العالمي للغاز. نعم. ولكن رغم ضآلة هذا الرقم إلا أن الدول التي تمتلك حقول للغاز في هذه المنطقة ترى أهمية كبرى، ليس فقط اقتصادية وإنما جيوسياسية واستراتيجية بعيدة المدى. وهذا ما يجعل الصراع محموم ومعقد، وأحيانا يعني يعلو وينخفض بين الدول الأطراف كما نشهد منذ فترة طويلة. في خصوص حقول الغاز التي تسيطر عليها دولة الاحتلال والحقل الموجود قبالة قطاع غزة، تشير التقارير إلى أنه قدرة الحقل هي تقريبا 1 تريليون متر مكعب، وهو رقم ليس بالكبير، إلا أن الاحتلال الصهيوني يمنع الفلسطينيين من استخراج هذا الغاز، كما هو ديدن الكيان في معظم القضايا، يفرض سيطرته بالقوة، متجاوز لكل القوانين والأعراف وحقوق الناس في المنطقة، خوفا من منافسته واحد، واثنين لا يريد الفلسطينيين باختصار أن يكسبوا ويستفيدوا، لأنه هذا يدعم الاقتصاد الفلسطيني. الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد ناشئ وليس بالقوي مقارنة باقتصاد دولة الاحتلال الكيان الصهيوني، ورغم ذلك الاحتلال الصهيوني يعني يمنع الفلسطينيين من الاستفادة من حقولهم في قطاع غزة. نعم، أشكرك على هذه الإجابة أستاذ معتصم، وأنتقل للدكتور جلال سلمي معي من إسطنبول. دكتور جلال، لا شك أن الأمور بدأت تأخذ شكلا من الصراع فعلا في الأقليم حول هذه القضية، وخاصة الحديث التركي مؤخرا أو الجهود التركية مؤخرا حول قيام بعض الشركات التركية باستكشاف تلك الحقول وتلك المناطق. كيف تؤثر تلك الاكتشافات الجديدة على وجه المنطقة أو على العلاقات بين الأطراف في المنطقة؟ في البداية تحية لك ولضيوف الأعزاء أيضا المشاهدين. في الحقيقة يبدو أن محور الصراع الجديد في المنطقة بعد الأزمة السورية سيكون منطقة حوض شرق البحر المتوسط، لأن المشكلة الأساسية في منطقة شرق البحر المتوسط وجود عدد كبير من الدول المتشاطئة مع هذا الحوض، انطلاقا من الجزائر وليبيا وفلسطين ودولة الاحتلال وصولا إلى لبنان وتركيا وقبرص والكثير والكثير، القائمة طويلة. وهناك 3 دول في ضمن هذه الدول هي سوريا وتركيا ودولة الاحتلال لم يوقعوا على اتفاقية البحار التي تختص بتحديد حدود المياه الإقليمية، أيضا حدود ما يسمى بالمياه الاقتصادية الخالصة.
كما نعلم المياه الإقليمية 24 ميلا أيضا المياه الاقتصادية الخالصة التي يحق للدولة الاستثمار فيها اقتصاديا 200 ميل، لكن هذه الدول الثلاث المحاذية لبعضها البعض لا تعترف بهذه الاتفاقية، وهذا طبعا ما يزيد من عقدة أو تعاقد الأمر في هذه المنطقة. ورأينا ذلك بالمؤشرات، المؤشر الأول كان عندما اجتمعت دولة الاحتلال مع مصر وقبرص واليونان ضد تركيا، أيضا اتجهت تركيا نحو التحالف مع روسيا لتواجه هذه الدول، وأيضا لتواجه التحالف الأمريكي القطري، أيضا اتجهت بريطانيا للتحالف مع إيطاليا. وانظر إلى المعادلة معقدة جدا، هناك التحالفات الثنائية وهناك التحالفات الجماعية التي بدأت تظهر للصدح في هذه المنطقة من أجل الحصول على خيرات هذه المنطقة التي تقدر ب 122 تريليون متر مكعب من الغاز، أيضا 107 مليار برميل بحسب تقديرات هيئة المسح الجيولوجي التابعة للحكومة الأمريكية. إذن الخيارات كثيرة في هذا الحوض، والمعادلة معقدة جدا، هناك الكثير من التحالفات المتواجهة مع بعضها البعض أو المواجهة لبعضها البعض، ويبدو أن هذا الصراع قد يمتد لفترة طويلة، خصوصا كما أسف أن هناك عدة دول غير موقعة للاتفاق. في الوصول إلى دولة الاحتلال، دولة الاحتلال كما نعلم أيضا ليست فقط أنها غير موقعة على اتفاقية البحار، أيضا تحاول قدر الإمكان السيطرة على خيرات ومقدرات الدول الأخرى. على سبيل المثال تحاول السيطرة على حقل كريش الموجود ضمن البلوك التاسع في المنطقة وفي المياه الإقليمية التابعة لدولة لبنان، وكما نعلم لبنان دولة ضعيفة وغير قادرة على الدفاع عن نفسها وخيراتها، لذلك اتجهت نحو التحالف مع الشركات الروسية، ولكن طبعا لا يمكن حل هذا الأمر عبر الشركات. أيضا اتجهت إسرائيل نحو فرض أو نحو الذهاب إلى التحكيم الدولي من أجل فرض الكثير من الأمراض. دعنا نؤجل هذا الموضوع قليلا دكتور حتى نتحدث فيه بشيء من التفصيل، ولكن أستاذ أحمد اقتصاديا المسألة يعني في الاقتصاد والسياسة لا نستطيع فصل المسألتين عن بعضهما البعض، نحن نتحدث عن حقول لها تأثيرات وأبعاد اقتصادية كما أن لها أبعاد سياسية وأيضا أبعاد قانونية، يعني هذه الدول التي كان لا يظهر بينها الخلاف في حدودها الإقليمية سواء في المياه أو في البر أصبحت الآن في حاجة إلى تفاهم قانوني وفي حاجة إلى تفاهم سياسي حتى تستطيع الاستفادة من هذه الحقول المكتشفة، وأعني هنا ما حصل يعني ما يحصل بين تركيا وقبرص على سبيل المثال ومصر أيضا، والعلاقة مع الاحتلال الصهيوني أين ستكون أو كيف ستكون العلاقة في المستقبل حتى يستفاد من هذه الحقول. لابد أن يكون هناك نوع من التعاون بين مزدوجين ولكن ليس مع الاحتلال بطبيعة الحال حتى يستفاد من تلك الحقول. اقتصاديا كيف يمكن أن يستفاد بشكل أو بآخر وخاصة على الصعيد الفلسطيني؟ نعم، في القرن الماضي كانت مشكلة حقول الغاز تشكل صداع في رأس قادة الاحتلال، إلى أن وجدت بعض الآبار قبالة فلسطين المحتلة قبالة سواحل إسرائيل، وكذلك بعض الآبار سواء قبال سواحل غزة أو المتداخلة مع الحدود الدول العربية المتجاورة. لك أن تتخيل حقل غاز ظهر التي اكتشفته إسرائيل الذي اكتشفته جمهورية مصر العربية عام 2015 والذي استثماراته تبلغ أكثر من 12 مليار دولار، 12 مليار دولار لدولة من دول العالم الثالث هو مبلغ كبير، استطاعت إعادة التوازن للسوق المصرية، وهو ما دفع حميمة الاقتصاد في دولة الاحتلال إلى البحث عن الحقول أكثر حتى لو من خلال القرصنة خارج الحدود الأراضي المحتلة المسيطرة عليها. هي تحاول بشتى الطرق الحصول على حقول الغاز لما لها من أهمية على الصعيد الاقتصادي وكذلك على الصعيد الاستراتيجي في المنطقة وكيف تسيطر على المنطقة. إسرائيل تخشى أن تقع هذه الحقول تحت الأنظمة العربية أو تحت حكم الدول العربية، هالشيء حيغير خطط إسرائيل في المنطقة. لو تحدثنا مثلا على حقول الغاز قبالة سواحل غزة، لك أن تتخيل أن حجم الاستثمارات لو تمت ستبلغ 6.5 مليار دولار، 6.5 مليار دولار حجم الاستثمارات في حقلي الغاز قبال سواحل غزة. 6.5 مليار دولار يعني بنستطيع نسد مديونية السلطة اللي بتبلغ أكثر من 5 مليار دولار من الديون،
ونستطيع أيضا الاستثمار في الأموال الأخرى، ولكن لماذا لم يتم فتح هذا الملف حتى هذه اللحظة؟ تم أخذ لمدة 15 عام مشروع من بريتش غاز واتحاد المقاولين السي سي سي في هذا الموضوع، أخذوا نظام التنقيب عنه لمدة 15 عاما، خلصنا 15 سنة ولكن الموضوع طي الكتمان حتى هذه اللحظة، لم يخرج أي قيادي من السلطة ليقول لنفتح هذا الملف مجددا لنرى حجم الفساد في هذا الملف إن وجد، وهو بالتأكيد موجود طالما بقي طي الكتمان من عام 99، يعني أكثر من 20 سنة هالملف مغلق. لماذا مغلق؟ غزة وأهل فلسطين بحاجة لفتح هذا الملف للاستفادة من الحقول وتطويرها أكثر، وأنا متأكد وحسب كلام الخبراء أنه في حقول أكثر مجاورة لحقول الغاز قبل سواحل غزة نستطيع الحصول منها على غاز، وهذا الإشي بسد ديون الفلسطينيين وله تأثير اقتصادي كبير يعني على علاقة أكيد. الشعب الفلسطيني بكافة الأطراف التي تدعمه على سبيل المثال. صحيح. طيب نعم. أستاذ تأثيرات يعني لو تفضل أستاذ أحمد، لو تحدثنا عن التأثيرات الاقتصادية، 6.5 مليار دولار هذا في حقلي غاز فقط ولم يتم التنقيب بالكامل عنهم، فلك أن تتخيل في حال بعد 20 عام من إيقاف التنقيب من عام 99 أو عام 2000 تقريبا تم تنقيب والاكتشاف من شركة بريطانية، تم إيقاف هذا التنقيب وتطوير هذين الحقلين مع بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، لك أن تتخيل لو تم التنقيب أكثر قبالة سواحل غزة كم سنجد من حقول الغاز وكم من المليارات التي تستطيع أن تدر إلى خزينة السلطة أو الخزينة الفلسطينية ونستطيع الاستفادة منها في مشاريع من الممكن أن تخفف البطالة وتخفف وتقلل من نسب الفقر في المنطقة، وتؤثر أيضا على علاقة السلطة والشعب الفلسطيني الاقتصادية بالاحتلال بلا شك. أكيد هذه الحقول نستطيع نقول إنها كنز مدفون بحاجة إلى النبش من جديد. نعم. طيب أرجو أن تبقى معنا سيد أحمد. سيد معتصم، أنت تعرف أن هناك مساعي كانت لتشكيل منتدى اقتصادي إقليمي يشتمل على مجموعة من الدول التي يمكن أن تتفاهم وتتعاون من أجل الاستفادة من هذه الاكتشافات، لأنه يجب أن يكون هناك تفاهم قانوني وتفاهم سياسي والجميع مستعد أن يتعاون حتى يستفاد من هذا، فذهبت السلطة الفلسطينية وشاركت قبرص ومصر وأيضا كيان الاحتلال، وبالتالي نحن نتحدث عن منتدى يقبل بوجود كيان الاحتلال كجزء من هذا المنتدى وكمستفيد من هذه الخيرات المدفونة تحت قاع البحر. ما أثر ذلك على صورة الاحتلال وعلى علاقة الاحتلال بدول الإقليم وترسيخ هذه العلاقة وتحويلها إلى أيضا علاقة تستفيد منها جميع الأطراف؟ أشكرك أخي على هذا السؤال، لأنه باختصار ما تفضلت به هو محور جوهر القضية في كل ما يتعلق في موضوع الغاز في الشرق المتوسط. المنتدى الذي عقد في القاهرة في شهر كانون الثاني من هذا العام والذي جاء بعد جولة لوزير الخارجية الأمريكي حض الأطراف على التعاون فيما بينها، واللي حضروا إضافة إلى مصر الكيان الصهيوني، الأردن والسلطة الفلسطينية، اليونان وقبرص وإيطاليا. اليونان وإيطاليا حضروا بصفتهم يعني مرشحين لعبور أنابيب النفط من أراضيهم. السلطة والأردن حضروا بصفتهم مستهلكين للغاز للأسف، مع أنه السلطة الفلسطينية أو الآن هي دولة يعني عضو ولو عضو مراقب تستطيع أن يعني تطالب بحقوقها عن التنقيب قبالة قطاع غزة، عدا عن الفائدة الاقتصادية اللي هي باختصار يعني فائدة كبرى، إلا أنه في أيضا فوائد سياسية وفوائد باختصار انعتاق من العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال والارتباط فيه كما تفضل الأخ أحمد قبل قليل. إسرائيل باختصار إلى جانب الفائدة الاقتصادية وهي مهمة، لكن الأهم من ذلك أنها ترى في هذا الموضوع هو جسر لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية كبرى، التطبيع ودمجها في المنطقة وتحويلها إلى قوة إقليمية. كما نعلم هناك صراع على
المنطقه من القوى الاقليميه، وصراع من يكون هو يلعب الدور الابرز والدور الاقوى، تحديدا بين الكيان الصهيوني، تركيا، ايران، هذه الدول الكبرى. وتسعى امريكا وحلفائها الى جعل الكيان الصهيوني ليس فقط مطبع مع الدول العربيه ويتقبل كجزء طبيعي، وانما مسيطر وله اليد الطولى، وهذا الهدف الاعلى والاسمى من المنتدى، منتدى غاز الشرق المتوسط، اضافه طبعا الى يعني اهداف جانبيه هنا وهناك في علاقات الدول فيما بعضها، لا نغفل ذلك ولا نهمل الجانب الاقتصادي، لكن هذا هو الهدف الاسمى من هذا الموضوع. يعني الاحتلال يعني سيكون مستفيدا بشكل كبير من هذه الاكتشافات، ليس فقط اقتصاديا وماليا، انما ايضا في التطبيع وفي اقامه علاقات بين الدول التي أصلا مستعدة لإقامة هذه العلاقات. بالضبط، هو يكسب سياسيا، وهو يكسب اقتصاديا، وهو يسيطر على أملاك غيره. نعم. ويسرق كما سرق سابقا طوالة هذه العقود، يسرق هذا الغاز كما نعلم في لبنان. وللأسف طبعا الاتفاقيات اللي بينه وبين مصر أيضا هي جاءت لصالح الاحتلال. ربما الخبراء الاقتصاديين يفيدوننا أكثر، ولكن الاتفاقيات التي وقعت مؤخرا، ومصر تستورد الغاز من إسرائيل لصالح الاحتلال وبتكلفة عالية للأسف، أيضا هذا يمنح تفوق وهدر لمقدراتنا الاقتصادية اللي تحرم منها شعوبنا فرص العمل. الأمن، أمن الطاقة، أمن مهم في أمن الدول، أمن الطاقة، أن نكون نعتمد، يعني الآن إسرائيل تقريبا 80% من الكهرباء تعتمد على الغاز، كما قال نتنياهو، قال يعني الرب لم ينصفنا في توزيع البترول ولكنه يبدو أنه أنصفنا في توزيع الغاز، وهذا للأسف جاء بمساعدة يعني تنازل عربي غير مبرر وتقديم تنازلات لصالح دولة الاحتلال. نعم، أرجو أن تبقى معنا أستاذ معتصم. أستاذ أحمد من غزة، المنتدى الذي عقد، المنتدى الاقتصادي الذي عقد مؤخرا في القاهرة، كان هدفه العمل على إنشاء سوق إقليمية للغاز، ترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية كما تعلم، وهذا يحتاج إلى تعاون من مختلف الأطراف المستفيدة من هذه الاكتشافات. هل تتوقع أن يتحقق ذلك؟ هل ستستطيع تلك الدول أن تتجاوز كل الخلافات السياسية والقانونية في مقابل الاستفادة الاقتصادية من ذلك؟ هل سيجمع الاقتصاد ما تفرقه السياسة؟ نستطيع القول أن المنتدى الذي عقد هو مصلحة إسرائيلية بحتة، مشاركة إسرائيل، حصتها في الغاز في المنطقة، هو المنتدى اقتصاديا لصالح إسرائيل، وكما تفضل زميلي أن استفادت أيضا من ناحية التطبيع. ولكن المشكلة الأكبر أيضا في حال قرصنة إسرائيل مثلا حقول الغاز، أو استولت عليها مثلا، أو مثلا لبنان أخذت حصتها، أو سوريا، المشكلة في أنابيب الغاز، كيف ستصل هذه الأنابيب إلى السوق الأوروبية وهي بحاجة إلى هذه، إلى هذا الغاز؟ السوق الأوروبية هي السوق التي ستستفيد من هذا الغاز، كيف سيتم مد هذه الأنابيب؟ هل ستتم من خلال الأراضي، من خلال بحر لبنان، أو مرورا بسوريا إلى تركيا، وهذا شيء مستبعد في ظل العلاقات المتوترة؟ هل ستكون قبرص مثلا شريكة في هذا الخط؟ والمشكلة أيضا اللي بتشكل صداع في رأس الاحتلال، أنه حتى الآن ما فيش حدود بحرية، ممكن هذه يعني على شقين بتستفيد منها إسرائيل، تستفيد منها انه انا لسه حدودي مش مرسمه، فانا بستطيع اقرصن اكبر عدد من حقول الغاز من المكتشفه، وممكن كمان بتضرها انه انا لا بدي ارسم حدودي، فهي بتحاول تلعب على الحبلين زي ما بيقولوها، انها تستفيد اكبر قدر من الحقول الغاز المكتشفه. يعني هناك امكانيه لذلك، ولكن يحتاج الى تفاهمات سياسيه كما فهمت منك. نحتاج إلى تفاهمات، ولكن المنتدى، منتدى الغاز، كنا نتوقع أن يخرج بتوصيات أفضل من ذلك، كنا نتوقع أن يخرج بشيء بصب في صالح الدول العربية، في صالح دول الشرق الأوسط. التي خرج بها والنتائج؟ الدول خرج بتوصيات تنص على حصص في السوق متساوية، حصص إسرائيل شريكة في هذه الحصص، تصدير الغاز إلى إسرائيل في حال احتاج ذلك، ولكن مع تشغيل هذين الحقلين ليفيان والحقل الآخر،
تستطيع إسرائيل أن تصبح دولة مصدرة في حال استمرت في التنقيب، ونحن نعلم جيدا أن إسرائيل تصرف تقريبا 4% من موازنتها السنوية وممكن أكثر على البحث العلمي، وهذا الشيء اللي بخلينا نقول أنه في ظل انشغال الدول العربية في مشاكلها الداخلية، إسرائيل بتبحث من تحت الطاولة وبطرق خفية، بتبحث على حقول الغاز من خلال البحث العلمي، وهي شغالة على هذا الموضوع، وعندهم افتتاح لخلال الشهر المقبل أو مع نهاية العام لحقول الغاز، وهذا الشيء حيمد ميزانية إسرائيل بمبالغ طائلة. تمام. أستاذ معتصم، أنت تعرف أن العلاقات الإقليمية ليست على ما يرام، يعني علاقة مصر بتركيا ليست على ما يرام، علاقة تركيا بقبرص ليست على ما يرام، وهناك أيضا علاقات بين متوترة إلى حد ما بين تركيا ودولة الاحتلال، وهذه التأثيرات الإقليمية التي يمكن أن تنعكس جراء هذه الاكتشافات في شرق المتوسط هي تأثيرات كبيرة، وربما تفتح كما تفضلتم قبل قليل الباب، باب التطبيع على أوسع نطاق أمام الكيان الصهيوني باتجاه الدول العربية والإسلامية ودول العالم، وفي المقابل ربما تشكل أيضا مشكلة في المستقبل بالنسبة لدول تتميز بثراها في الغاز الطبيعي، وأعني بذلك قطر. هذه التشكيلات الجديدة التي نحن أمامها الآن في المنطقة، إلى أي مدى تعتقد أنها بالفعل ستكون انعكاسات كبيرة وجوهرية على طبيعة العلاقات وعلى الإقليم بصفة عامة؟ لا شك أنه منتدى الغاز وما نتج عنه من رسم لمحاور اقتصادية سياسية في المنطقة له تأثير كبير على شكل العلاقة في السنوات القادمة، ليس فقط قطر، لأنه مباشرة بعد المنتدى صرحت البحرين والإمارات والسعودية أنها تدرس إمكانية نقل الغاز إلى البحر المتوسط عبر أنابيب، وهذا يعني جاء كمؤشر أنه هي أقرب إلى باختصار إلى إسرائيل ومصر، الكيان الصهيوني ومصر، منها إلى تركيا، ونحن ندرك أن هناك خلافات عميقة بين تركيا وبين هذا المحور، لكن يعني لا نغفل أيضا وجود روسيا كلاعب أساسي الآن في شرق المتوسط، وجودها في سوريا وهي تمتلك عقود التنقيب عن الغاز السوري، ويبدو أن هناك خزانات للغاز في سوريا ستكتشف، وتم اكتشاف حقل قبل عدة أشهر، وإذا ما كان هناك كميات من الغاز في سوريا هذا سيغير من شكل المعادلة وسيزيد من حدة الصراع. السؤال إنه الدول العربية الكبرى، السعودية، مصر، أين ستقف؟ هل ستقف في مصالح شعوبها، وهل ستقف باتجاه ما ترمو إليه هذه الشعوب، أم ستبقى في هذا الموضوع كما مصر، يعني مصر في زمن السيسي حسمت الموضوع واعتبرت أنه هي يعني قطفت الثمرة من علاقتها مع الكيان الصهيوني في هذا الاتفاق، رغم أنه كثير من الكتاب وكثير من الخبراء السياسيين والاقتصاديين سواء في الكيان أو في مصر من الموجودين في الخارج أشاروا إلى أنه الاتفاق بالكامل هو لصالح الاحتلال. إضافة إلى ذلك هناك نزاع كما نعلم تركي مصري، خلاف على الحدود، يعني في هناك حقل غاز يقع على الحدود المياه الدولية ما بين مصر وتركيا، هذا زاد أيضا من حدة الصراع، ومصر هددت أنه إحنا لن نسمح، ولكن تركيا أصرت وبقيت تبحث وأرسلت سفينتين تنقب عن الغاز. لا ندري إلى أين سيتطور الموضوع. بالأمس أعلنت وزارة الخارجية الصهيونية في تركيا عن إغلاق أبوابها نتيجة أزمة مالية، وهذا مؤشر، يعني السبب المعلن أزمة مالية، لكن يعني كل المحللين لا يعتقدون ذلك، هذا مؤشر إلى أن الأمور ذاهبة باتجاه مزيد من التوتر والتصعيد في العلاقات ما بين القوى الأساسية في الإقليم. كما قلت قبل قليل سيد معتصم أن السلطة الفلسطينية شاركت هي والأردن على سبيل المثال كمستهلك للأسف الشديد، السلطة الفلسطينية بإمكانها كدولة عضو الآن ومراقب بإمكانها أن تستفيد من تلك الحقول المكتشفة وتحصل على حصتها،
ونحن في فلسطين المحتلة مناطق تحت الاحتلال أساسا، وبالتالي ولدينا أزمات مالية واقتصادية كبيرة جدا يعني، وليس لدينا اقتصاد مستقل. إلى أي مدى يمكن للسلطة الفلسطينية بالفعل أن تناضل وتكافح في هذا المجال حتى تستفيد من هذه الثروات في عرض البحر؟ طب بصراحة يعني دعني أقول أنا أستغرب إنه لماذا لا يبذل جهد كبير في هذا الموضوع، لماذا لا يوضع هذا الموضوع على الطاولة وتجديد العقود مع شركة بريتش إنرجي لمواصلة بحثها وتنقيبها واستخراج الغاز. لا أدري ما الذي يمنع، القانون الدولي في صالحنا 100%، الاحتلال كقوة يعني موجودة في المنطقة بلطجة، في الآخر هناك في قانون في مؤسسات دولية، لماذا لا يتم الذهاب إليها على الأقل لإحراج الاحتلال؟ كمية الغاز الموجودة في بحر غزة تشكل يعني بالنسبة لنا هي تعمل شيء في الاقتصاد، توجد فرص عمل، تعيد الحياة إلى قطاع غزة وإلى الضفة الغربية. بالنسبة للاحتلال لا تشكل كثير تهديد لمشاريع الغاز لأنه لديه كميات ضخمة أكبر بكثير، وبالتالي لا بصراحة ليس عندي تفسير. ربما يوجه السؤال إلى مسؤول في السلطة الفلسطينية، لماذا لا يتم يعني السعي بقوة نحو هذا الموضوع والاستفادة من حقولنا في الغاز؟ ليس عندي جواب بصراحة. نعم، إذن أستاذ أحمد أخيرا، أنت تعرف أن كم حجم الاستفادة التي ستحققها السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني فيما لو سعى الشعب الفلسطيني وسعت السلطة كذلك إلى الاستفادة من هذه الاكتشافات، وبالتالي كما كان قد فعل أبو عمار رحمة الله عليه والذي اكتشف هذا الحقل في عام 99 قبل أن تزعم دولة الاحتلال باكتشافه في عام 2000 وغيره من الحقول التي تتابعت. مرة أخرى، ما تأثيرات وتداعيات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني؟ نعم، قبل الحديث عن التأثيرات والتداعيات نريد الإشارة إلى أن السلطة وقعت الاتفاقية عام 99 أو أول انتفاضة الأقصى عام 2000 بما يخدم مصالح الاحتلال وشركات التنقيب، هي قبلت بحصة قليلة فقط من هذه الأموال ولم تبحث في كمية الغاز الذي المستخرج، ولكن أخذت حصة من هذه الأموال، وهذه مشكلة كبيرة. كمان شركات التنقيب اتفقت على 15 سنة وال 15 سنة انتهت مدتها، لذلك نحن نطالب باتفاقيات جديدة تصب في صالح الاقتصاد الفلسطيني. غاز غزة من أجود أنواع الغاز وفق جميع الخبراء لأنه قريب من الشاطئ، لذلك هذا الغاز نحتاج إلى أن ننبش الأوراق مجددا ونبحث لماذا بقي طي الكتمان طوال هذه السنوات، ومتى ستستفيق السلطة وأصحاب القرار للبحث في هذا الملف الذي سينشل الاقتصاد الفلسطيني. لو تحدثنا عن سؤالك زميلي يونس فيما يتعلق بالتداعيات والآثار، نستطيع القول جملة واحدا أن غاز غزة يستطيع سداد مديونية الخزينة الفلسطينية التي تفوق 5 مليارات دولار، ونستطيع الاستثمار في الأموال المتبقية التي تفوق 1.5 مليار، نستطيع الاستثمار فيها في مشاريع أخرى تخرج الشعب الفلسطيني وبالأخص أهل غزة المحاصرين منذ أكثر من 13 سنة الذين يعانون من أعلى نسبة بطالة ونسبة فقر، نستطيع إخراجهم من هذا المستنقع الذي فرضوا عليه الحصار. وأخيرا أود القول أن موضوع غاز غزة يجب أن يخرج على السطح وأن يستفيد أهل غزة من غازهم أولى من الاحتلال ومن اللي وقع الاتفاقيات مع الاحتلال وبقيت طي الكتمان خلال هذه الفترة. نعم، السابقة. أشكرك جزيلا أستاذ أحمد أبو قمر، باحث الشؤون الاقتصادية، كنت معنا مباشرة من مدينة غزة. وكما أشكر ضيفي من رام الله الأستاذ معتصم سمارة الباحث المتخصص في الشؤون الصهيونية، والشكر موصول للدكتور جلال سلمي الباحث في العلاقات الدولية الذي كان معنا في بداية الحلقة عبر الخط الهاتفي. وأنتقل بكم إلى فقرة زهرة المدائن، وفي هذا اليوم نتحدث عن حراس المسجد الأقصى المبارك، فإلى هناك. نحن
متميز الحمد لله انه ربنا سبحانه وتعالى اصطفانا بانه نكون من القريبين منه، انولدنا بالقرب من بواباته، قرعرعنا في باحاته، لعبنا على اشجاره، في مرمغنا في ترابه. سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا النصيب انه نكون خدم في هذا المكان. الحادث اللي حصل يوم الجمعة وإغلاق المسجد الأقصى جمعة سبت أحد لعند الظهر، تفاجأنا من الإعلام إنه بقول في بوابات إلكترونية بيتم تركيبها على بوابات المسجد الأقصى. وصدر معاها قوائم بأسماء حراس مبعدين موظفين مبعدين عن المسجد الأقصى المبارك. كان تقريبا في 20 حارس موظف تقريبا في الموضوع، غير عداك عن الناس التاني. كان الهدف منه التضييق على الحراس بشكل إبعاد، بشكل منع من الاقتراب من المستوطنين، بشكل انه نزع صلاحيات الحارس عن البوابة. كانت أساليبهم كثيرة وهدفها واحد اللي هو تضييق الحارس. فكان اتفاق للمقدسيين جميعهم انه على عدم الدخول من بوابات الالكترونيه للمسجد الاقصى المبارك. والحمد لله دخلنا في ايام الاعتصام والمرابطه على بوابات المسجد الاقصى المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. حراس المسجد الاقصى المبارك مصبح عليكم. احنا في اليوم العاشر لرفضنا للدخول. كل انسان بسمع تثبيط من اي انسان تاني بقول له مش رايحين نقدر ما يردش عليه، سكر دنيك تسمعلوش. احنا بنقدر، اللي شال البوابات بشيل كل الاجراءات هاي، بس الثبات. راح نوزع الحلوان بالنصر القريب ان شاء الله، وفتوح المسجد الاقصى المبارك. الله محييكم. طبعا الحراس بلغونا انه باب الحطه انفتح، الناس ما مالكت نفسها، فالناس اندفعت لداخل المسجد، اللي يبوس الارض تبعته، اللي يسجد، اللي يكبر، اللي يرقص، اللي يسبح. كان مشهد فعلا لا يوصف، فعلا مشهد رائع. احنا كان مطالبنا مش كبير، مطالبنا ما كانتش عالي جدا، مطالبنا كانت دخولنا لمسجدنا بكل حرية. ايام كانت فعلا ايام لله، ايام رباط لله. كانت اجواء التكاتف والتضامن والتكافل بين المقدسيين بشكل لا يوصف. الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد. طبعا انه تشتغل في الاقصى كان فكره وحلم جميل، يعني انك تكون موجود في هذا المكان، لانه كان بشكل كمان جزء من طفولتك. أنت إنك تشتغل كمان في هذا المكان، فالإنسان بضل مهما كبر بضل عايش في الجانب الطفولي تبعه في الأقصى. فلحد الآن أنا مثلاً في الميس اللي على الصخرة هاي، كل ما أوصل هناك بتذكر كيف كنا نتشربح هناك، نحاول نلقط الميس اللي هناك. أنت لما أنا أجيب ابني على المكان بقول له أنا هان طلعت، هان نزلت، هان سويت، هان عملت. لما أنا بجيبه معي تقريباً في كل وقت بستطيع إن أجيبه فيه، كمان بتشكل جزء من ذكرياته في المسجد الأقصى وانتماء وحب للأقصى.
أشوف طفل بيلعب في المسجد الأقصى صدقا بحاول إني ألعب معه، بحاول إني أثبت فكرة إنه هذا المكان للمسلمين فقط، ويستطيع إنهم الأطفال هم يلعبوا فيه كما يشاءوا، لأنه في الاحتلال نفسه بعماله بيخلق فكرة إنه هذه باحات بلدية، ساحات بلدية. إحنا بالنسبة لنا هذه باحات تابعة للمسجد الأقصى المبارك، والسلطة الكاملة هي لدائرة الأوقاف الإسلامية. ولن ننتقل بكم إلى ذاكرة فلسطين، والحديث اليوم عن اختطاف الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 2006 السيد أحمد سعدات، والذي ما يزال معتقلا في سجون الاحتلال حتى الآن. مهما تكن وجهتك الفكرية، فما دمت تقاوم فأنت هدف للاعتقال والاغتيال والاختطاف. فثمة ضوء أخضر قد منح للمحتل، فلا ضير إذن ولا محاسبة ولا رقيب. اختطاف أحمد سعدات عام 2006. في أعقاب اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحب عام زائذي، اتهمت إسرائيل مجموعة من الفلسطينيين على رأسهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات بالقيام بهذه العملية فيما عرف باسم خلية زائفي. تم اختطاف أحمد سعدات من جانب مخابرات السلطة الفلسطينية، ثم احتجازه في مقر الرئيس عرفات، إلى أن قامت القوات الإسرائيلية بمحاصرة مقر عرفات وطالبت بتسليم سعدات وأربعة من رفاقه تتهمهم بقتل الوزير الإسرائيلي. تم عقد صفقة لفك الحصار عن مقر عرفات في مقابل سجن سعدات ورفاقه في سجن أريحة تحت حراسة رجال أمن أمريكيين وبريطانيين. في 14 من مارس عام 2006 انسحبت الحراسة الأمريكية البريطانية من سجن أريحة، وبعد دقائق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي سجن أريحة بعد تدمير جدران السجن. وبعد حصار دامت 12 ساعة تم إلقاء القبض على سعدات ومجموعة من المطلوبين الفلسطينيين للقوات الإسرائيلية، فأخضعتهم للتعذيب أثناء التحقيقات، ثم قدمتهم للمحاكمة العسكرية بتهمة مقاومة الاحتلال. ولم يكن من بين هذه التهم قتل وزير السياحة. في 25 من ديسمبر عام 2008 حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية على سعدات بالسجن 30 عاماً في سجن عوفر. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود، ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. هذه تحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله.